عروس او متزوجه او مقبله على الزواج. اليوم اختي غادي تبيضي وتزياني مع وورد كاتي. من اروع الوصفات غادي نشارك معك اليوم عباره عن وصفتين، تبريمه من اروع التبريمات اللي غادي تبيض لك الرجلين ديالك وتبيض اليدين وتبيض اي منطقه سوداء عندك في الجسم ديالك. وايضا غادي نشارك معك كريم غادي تصوبيه في الدار ديالك اللي غادي تشكريني وغادي ترحميني عليه، اللي غادي يخلي ما شاء الله رجيلات ديالك كعب الغزال. وايضا تقدري ديري حتى في البشره ديالك، غادي يخلي لك البشره ديالك ما شاء الله فيها واحد التوريد اللي طبيعي. من اروع الوصفات البنات، خليكم معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو باش تشوفوا ان شاء الله مكونات الوصفه وطريقه التطبيق لانها جد مهمه. سلام الغاليات على قلبي، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخميرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره ديري اختك واحد لايك، ديك البسمه عافاك اختي قبل ما تكملي لا فيديو ديري اختك واحد لايك، يعني كتستافدي من الوصفات ديالي الحمد لله اللي بشهاده الجميع، اللهم لك الحمد. واشتركي في القناه باش تنضمي ان شاء الله العائله ديالنا وتولي وحده منا وتتبعي مجموعه من الوصفات اللي غادي تستافدي منهم، وفعلي ذاك الجرس ضروري باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. بدو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه، مهم اول حاجه كيف ما اتفقنا كيف ما اتفقت معكم في الفيديو اللي قبل، فقلت لكم البنات 10 اوائل لي كومونتير اللي غادي نلقى في الفيديو لتحت 10 تعاليق الاولى غادي نحطها في الفيديو كيف ما كتشوفوا كاملين ان شاء الله. في كل فيديو غنبقاو غاديين بالتسلسل، مره 10 مره 20 مره 30، واخا يكون الفيديو كامل عامر بالتعاليق ديالكم ما عنديش انا مشكل، مرحبا والف مرحبا بكم. في نفس الوقت كتبارطاجوا حتى لاشين ديالكم اللي غادي تكتبوا بها التعليق، فمرحبا بكم البنات، فكثروا التعاليق ديالكم فانا غادي نهزكم كاملين ان شاء الله. اذا البنات غنبقاو دابا في الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نبداو ان شاء الله بالتبريمه الملكيه يا البنات، هذه التبريمه غادي تشكريني وغادي ترحميني عليها. مكونات لي ساهله، ثلاثه المكونات، ثلاثه ديال المكونات. غادي نحتاج ان شاء الله حامضه كيف ما كتشوفوا، ليمونه غادي نقطعها على جوج، غادي نعصرها، غادي نحتاج غير الماء ديالها كيف ما كتشوفوا هنا تقريبا واحد 9 المعالق حتى 8 المعالق ديال عصير الحامض غادي نحتفظ به على جنب. بالنسبه للحامضه البنات ما تخافوش بها، ديال المرحله ديالو يعني في الوقيته ديال البرد ديريه وعينك مغمضين، واخا تخرجي دابا راه ما كايناش الشميسه يعني الحال مبرد ما عنده فاش غادي يضرك نهائيا، يعني ما غاديش يتفاعل مع الشميسه ماشي بحال الصيف، لانه هذه الوصفه هذه الاكثر يا بنات انا كنستعملها في المرحله ديال البرد وواعره يا البنات، خطيره خطيره، غتطبقيها في اي منطقه في الجسم ديالك، تحت الابطين، بين الفخذين، الركبتين، المرافق، الرجلين، اليدين، اي منطقه غادي تطبقي ان شاء الله هذه الوصفه هذه. فالبنات بغيتكم تبارطاجيوها راه غادي تحمر لكم الوجه، راه من اروع الوصفات. فغادي بالنسبه للطريقه غادي ناخذ ان شاء الله داك الحامض، غادي نزيد عليه ان شاء الله الصابونيه ديال دوف، الصابونيه ديال دوف اللي كيكون اللون ديالها ابيض. الا ما عندكم الصابون دوف او الصابون اللي اللون ديالو ابيض ممكن اختي تستعملي الصابونيه ديال الحجره اللي هي صابونيه اللي طبيعيه، اتفقنا. غادي ناخذ ان شاء الله جوج معالق منها غادي ندوبهم ان شاء الله مع الحامض، غادي ندير واحد الكاسرونه غادي ندير فيها شويه ديال الماء وغادي نديرهم على شكل حمام مريم حتى ندوب داك الصابونيه مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا، غادي نتحصل على واحد القوام اللي غادي يكون كريمي، اتفقنا. غادي نزيد عليها شنو المكون ان شاء الله الاخير في هاد التبريمه، هو حليب مجفف. حليب مجفف يا البنات هاد التركيبه من اروع التركيبات البنات، وهذه الوصفه راه حصريه، الا لقيتوها في شي قناه وحده اخرى عرفوها بانها واخداها من قناه وورد كاتي. فالحمد لله البنات انا كنشارك معكم وصفات لي حصريه لي غادي تعطيكم البنات النتيجه من اول استعمال، وما كاينش ما غاديش تلقاي شي وصفه اللي ما غاديش تجيب معك ان شاء الله نتيجه. فالحمد لله قناتي معروفه بالمصداقيه اللهم لك الحمد، وصفاتي بشهاده الجميع. فانا اي حاجه البنات كنشاركها معكم كنشاركها معكم بكل حب وبكل صدق وبكل حاجه زوينه، لانه بغيت لكم الخير ان شاء الله. ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم، عافاكم البنات فالقناه فراه طاحت بزاف 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 بزاف، وطاحت التفاعل واحد الدرجه اللي كبيره 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 كبيره. فبغيتكم البنات تعاونوني بالبارطاج، تعاونوني باللايك ديالكم، غير بصمه البنات غير بصمه، ما غادي يدي منك ما غادي تجيب منك، فراه ما غاديش نستافد منها نهائيا، غير غادي تعاونني لا فيديو غادي يطلع شويه وغادي يقترحوا اليوتيوب. ففضلا وليس امرا منكم البنات، فهذا طلب مني صغير ليكم البنات، لا يخطيكم، شكرا لكم بزاف بزاف اللي تفرجت في لا فيديو او كتبت كلمه زوينه او حطت لايك، فكنبغي نشكرك وكنقول لك الله يحفظك ولا يخطيك والله يسهل عليك.
اذا البنات بالنسبه للطريقه كيف ما شفتوا، وغادي نديرها ان شاء الله في واحد البواطه وغادي نحتفظ بها ان شاء الله في الثلاجه. من بعد مني غادي تحليها غادي تلقيها على شكل كريمي، غادي تجمع ما غاديش تبقى هكا سائله، غادي تولي القوام ديالها كريمي، غادي تحتفظي بها. بالنسبه لهاد التبريمه البنات غادي تبقى في الثلاجه حتى اسبوع حتى الاسبوعين، ما عندها ما وقع لها نهائيا. غادي ديريها يومين هكا جوج المرات في الاسبوع على حسب السواد اللي عندك في الرجيلات ديالك وفي اليديدات، يعني الشميسه اللي خديتيها في الصيف وهذا حسيتي بالرجيلات ديالك ماشي هما هذوك، اي بلاصه عندك فيها السواد غادي تطبقيها ليها ان شاء الله. فالطريقه باش غادي نبداو ان شاء الله، الطريقه غادي ناخذ دوك الطريفات ديال الحامض اللي خليت، غادي ندير عليهم البيكربونات صودا وغادي نحك بهم كيف ما كتشوفوا، غادي نحك بهم الرجيلات ديالي مزيان مزيان، وغادي نحك ليديدات بطبيعه الحال. فانا كنفضل قبل من هذه المرحله انكم ديروا واحد الحمام ساخن للرجيلات ديالكم وتقشروهم مزيان، وتجيبي اختي الحكاكه وحكي رجيلاتك نشفيهم بطبيعه الحال، وحكي الرجيلات ديالك ونشفيهم، عاد طبقي ان شاء الله هذه. ولا عندك شي مقشر ديريه قبل من هذه الطريقه باش غادي تستافدي ان شاء الله اكثر واكثر. فغادي نجيب ان شاء الله التبريمه ديالي كيف ما شفتوا، ولا القوام ديالها على شكل كريمي كيف ما كتشوفوا، غادي نطبقها ان شاء الله على الرجيلات ديالي ونطبقها على اليديدات ديالي. فهاد التبريمه راه غتطبقيها حتى الوجه ديالك بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش حساسيه من الحامض، اللي كدير الحامض البشره ديالها وما كيطرى ليها حتى شي حاجه، يعني ما عندهاش حساسيه كتحمر ليها البشره ديالها وكتشدها الحكه، فديري هاد التبريمه بعينيك مغمضين. اما البنات اللي البشره ديالهم حساسه او عندهم حساسيه من الحامض فما ديريهاش اختي للبشره ديالك، البشره ديال الوجه ديالك، فطبقيها في اي منطقه من غير الوجه ديالك. انا اتفقنا البنات على هاد القضيه هادي، ومن الاحسن انكم تطبقوها بالليل. صافي غادي نطبقها ان شاء الله كيف ما كتشوفوا، واحد الطبقه اللي غادي تكون رقيقه بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها حتى تنشف على خطر خطرها كيف ما كتشوفوا. من بعد اختي جوجدي ليا دوك ليديدات، الا ما عندك اختي دراو عيب بلا ما ديري هاد التبريمه هادي اللي ساهله يا البنات، واعره واعره، فانا كتحمقني يا البنات ساهله. فراتيش غنقول لكم راه كطير هذيك الصدوه اللي كتكون في الجسم ديالنا، ديك الكحوليه الخطيره كتفرتتها ما شاء الله. صافي غادي نبقى نبرم 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 مزيان مزيان، ونحك نحك نحك الاصابع، اي بلاصه حسيت بها فيها السواد حكيها. فبزاف منكم البنات قالوا لي اليديدات ديالك لقينا فيهم واحد الاختلاف اللي كبير 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 من بعد اللي قبل، لانه اليديدات انا ما كنتش كنتهلا فيهم البنات بزاف بزاف، فانا بالحكم كنت كنسوق بزاف وتنخرج والشمس وهذا والخدمه بيديه وتماره، ما كنتش كنتهلا في يديا بزاف، فانو كانوا خدوا شدوا لي اللون ديال الشمس بزاف 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 بزاف. فمؤخرا البنات سولتوني، فانا غادي نشارك معكم البنات كاع الوصفات اللي طبقت ليديا. فانا الحمد لله راه كتشوف واحد الاختلاف اللي كبير ما بين يديا، الحمد لله توحد لي اللون في يديا مع الوجه ديالي الحمد لله. فانا غنشارك معكم جميع الوصفات باذن الله. دابا غادي ندوزو مباشره، غادي نغسل بعدا غادي نغسل من بعد ما برمت رجليا مزيان ويديا، وغادي تغسليهم فرا غادي تشوفوا واحد النتيجه اللي رائعه. دابا غادي نصايب معكم الكريم اللي ما كنستغناش عليه في هذه المرحله ديال البرد نهائيا نهائيا البنات، وفي الصيف كذلك، لانه كيعجبني مع الصنيدلات وهذا، رجيلات دائما مزروعين فيهم الدم. تلبسي صنيدله تلبسي اللي بغيتي، رجيلات كيبانوا يا اختي نخوه. غادي ناخذ ان شاء الله جوج معالق اللي غادي تكون كبيره ديال كريم جليسوليد او اي كريم من الكريمات عندك ولا حليب، غادي نزيد عليها معلقه كبيره من الفازلين، فازلين اللي كيكون طبي. ما عندكش اختي ديري فازلين عادي، اما انا كنفضل الفازلين اللي كيكون طبي، يعني فازلين تاخديه من الصيدليه ولا تاخديه من الباغافارماسي او تاخديه عند شي مول الماكياج اللي غادي يكون عارف المصداقيه ديالو، لانه كاين واحد كاين واحد الفازلين ديال 5 درهم هذا كيزيد يخرج لكم على الرجلين ديالكم. من بعد غادي ندير ان شاء الله واحد القطرات ديال زيت النسرين، نتوما ديروا اي زيت من الزيوت، اي زيت اي زيت عندك، زيت اللوز زيت الارغان اي زيت. من بعد غندير ان شاء الله دم الغزال اللي هو العكر الفاسي، الا ما عندكمش العكر الفاسي اللي هو دم الغزال ممكن ديري ملون طبيعي، او غادي ديري الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر اللي هو التحميره اللي عندك اختي، اللي عندك لا عندك غير ملون احمر او الدواء الاحمر اللي عندك ديريه طبقيه. فما شاء الله البنات هاد الكريم هذا غادي تجربوه، والحمد لله جربوه بنات كثار الحمد لله، فما بقاوش كيستغناو عليه. والله يا البنات كنصور لكم لي سكرين داكشي اللي كنتوصل به هاد الكريم هذا، بعدا كيشكروا كيعاودوا فيه، واعر واعر واعر، كيعطي واحد الترطيب كيعطي واحد النعومه اللي خياليه بزاف، وفي نفس الوقت كيعطيك داك التوريد اللي رائع. صافي غنحتفظ به ان شاء الله في واحد العلبه كيف ما كتشوفوا.
دابا غادي ندوز مباشره باش نطبقوا ان شاء الله في الرجيلات ديالي. كيف ما كتشوفوا يا البنات النتيجه اش غنقول لكم، ها هي قدام عينيكم ما شاء الله، كتشوفي الرجيلات كيبان فيهم الضو ما شاء الله وليديدات كذلك. فدابا غادي نطبق ان شاء الله الكريم على الرجيلات ديالي. فما تنساوش البنات الترطيب راه مهم 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 بزاف، بهذا الكريم هذا غادي ينفعكم. يعني قبل ما تنعسي دوزيها اختي للرجيلات ديالك، ولا ديريه من الصباح فراه كيبقى شاد معاك النهار كامل. دابا راه ما كاين غير تقاشر وما كاين غير كمد البرد هذا، فمن الاحسن انك تعتني بالرجيلات ديالك في المرحله ديال البرد، لانه غادي 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 يخلي زعما غادي تبقى واحد النتيجه اللي زوينه. قد ما احتفظتي على الرجيلات ديالك ما غاديش يتمشقوا لك وما غاديش يتشقوا لك في البرد. يعني ديما لبسي تقيشرات، خذوا داك البنات اللي ما كيقدروش هكا يخدموا بالتقاشر مثلا، خذوا داك الصبيبات اللي كيكون ديال البلاستيك، او خذوا شي بانطوفات. بانطوفات راه كاينين دابا زوينين ما شاء الله، كل مره كيخرجوا لكم ستيلات جديده. كاين البانطوفه اللي كتلبس، كاين بزاف ديال الحوايج. مهم اختي غلفي ليا دوك الرجيلات مزيان مزيان في البرد. فدابا غادي نطبق ان شاء الله هذا الكريم، وغادي نلبس ان شاء الله التقيشرات ديالي، وداوموا عليها البنات يوميا. تبقاو ان شاء الله هذا الكريم يكون عندكم عاده قبل ما تنعسي، طبقيه ان شاء الله على الرجيلات ديالك. فراه يغنيك على الكريمات الغاليه الثمره، عنده واحد النتيجه اللي رائعه وكلشي قدام عينيكم. شوفوا اللويه اللي كيخلى ليا في ليديدات ديالي. وصافي البنات تنكون وصلنا لاخر مرحله، ما سخيتش بكم البنات، ونعاود نفكركم تعاليق ديالكم البنات. بغيتكم بغيت اكبر عدد من التعاليق، لانه غادي نحطكم في الفيديو الجاي باذن الله، وهاد العاده غتبقى دائما ان شاء الله. في نفس الوقت نعاونكم ونبارطاجي لكم ان شاء الله لاشين ديالكم حتى نتوما تبانوا، في نفس الوقت نشوف التعاليق الزوينه ديالكم. لهلا خداكم عليا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. والبنات اللي كيبقاو معايا حتى على هذا الوقت هذا، فكنبغي نشكركم البنات بزاف بزاف بزاف، يا احلى واغلى متتبعات الوفيات ديالي. لهلا خداكم عليا، والله يطول لي في عمركم ويحفظ لكم ما عز عليكم. وصافي البنات تنكون وصلنا لاخر مرحله، ما سخيتو بكم. اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا بها، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي، وكذلك البنات الصفحه الرئيسيه فيسبوك، فانا شاركتها معكم وصايبت وحده جديده على قبلكم، الناس ديال النجمه 6. فانا غادي نحطها لكم ان شاء الله اسفل الشاشه، مرحبا بكم والف مرحبا بكم. من غير الصفحه اللي موجوده في اسفل الشاشه وفي صندوق الوصف راه ماشي الصفحه ديالي، فانا كلشي كنشاركو معكم. يعني اللي بغى يدخل الصفحه غادي يدخل من صندوق الوصف عندي نيشان، غادي يدخل ان شاء الله الصفحه ديالي. فمرحبا بكم والف مرحبا بكم. اذا البنات غادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو الجاي باذن الله.